بن عامر صحنون إذاعة الجزائر من البياض، أكيد أكثر من سعيد وممتن بهذا التشريف الذي حضن به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا اليوم، اليوم الوطني للصحافة ذكرى المقاومة وذكرى الكلمة التي رافقت النضال المسلح. شاركت ببرنامج البيئة سلوك، رصدت فيه نموذج لأحد أحياء مدينة البيض، استطاع بفضل إرادة سكانه رغم إمكانياتهم المتواضعة الوصول إلى تحقيق الرفاه والسعادة الاجتماعية من منطلق القضاء وعلى السلوكات السلبية البيئة، ليتجاوز إلى الاهتمام إلى أصعدة أخرى تشمل جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن. وأكيد الشكر موصول إلى وزير الاتصال وأكيد إلى السيد شعبان لنكل المدير العام للإذاعة الجزائرية، وأكيد تحية خاصة وخالصة إلى كل عمال إذاعة الجزائر من البيض وإلى سكان ولاية البيض.